شنو؟ باتمان؟ سوبرمان؟ مبين حلو. الله خلي اسال العمو. سلام عليكم عمو. سلام عليكم. شلونك؟ الحمد لله. اسم حضرتك؟ انا مجتبى، وانت اسمك؟ انا جميل. الله يحفظك جميل. جدا الله جميل. الله يسلمك عمو، الله يخليك. جدا جميل. عمو. ممكن تشرح لي اكثر على هذا الكرتون؟ ايش انا حبيته كلش. انا اوضح لك على الكتاب؟ اي اكيد. سوبرمان، باتمان، سبايدر مان، شايفهم؟ اي شايفهم. ابطال غربيين لو اسلاميين؟ لا مو اسلاميين، غربيين. إيه؟ ثقافة الغرب قاعد تدمر ثقافتنا لو لا؟ اي اكيد. اي تدمر شبابنا لو لا؟ اكيد اكيد. إيه؟ بس ما عندنا يعني في شيء بديل. إيه عم شايف بطل اسلامي بيناتهم؟ لا حاليا لا. إيه؟ لا انا جايب لك بطل اسلامي ارجع اعرفك. اي اي والله عمو اشرح لي. اي هذا البطل. بطل إيليا اسمه. إيليا. إيليا. إيليا اسم من؟ اسم الإمام علي. اسم الإمام علي. اسم الإمام علي عليه السلام. إيه. إمام علي. إيه؟ إحنا مخلين اسمه على هذا البطل. إيه؟ باتمان، سوبرمان، سبايدر مان. بمن راح ينتصر على أعدائهم؟ بمن ينتصرون على أعدائهم؟ بالقوة الخارقة. بالقوة اللي الخارقة الجسمية. إيه؟ والوهم. إيه. إيه. بس هذا ينتصر على الشر. القوة الإيمانية. هذا الاختلاف ما بين بطل الإيماني الإسلامي وبطل الغربي. أكو تعاليم ثقافية حلوة، مثلاً نعلم الطفل شلون يحترم والده ووالدته، شلون يصير عنده كلام صدق، شلون المرأة من تطلع برا لازم تتحجب. أكو تعاليم حلوة. طباعة الكتاب طباعة كلش جيدة، مثل شركة مارفل. سامعين بشركة مارفل؟ سامي؟ إيه. طباعة الكتاب كلش روعة. شوقتني. هذا الكتاب 13 جزء مسلسل. إيه. جزئين عربيات معرب. جزئين عربيات معرب. اكو برنامج بالموبايل تنصبه على موبايل اندرويد. عندك موبايل اندرويد؟ عيد ماما الموبايل ماما. إيه. تنصبه على موبايل اندرويد وتخلي الموبايل على الصفحة على الجلد. راح تصير هاي الصورة، صورة إيليا. تصير صورة متحركة. شوقتني أكثر. وإذا أفتح الكتاب على الصفحة الأولية، شوف. إيه؟ هاي الصفحة الأولية. إيه؟ راح أفتحها. إذا فتحت الكتاب على الصفحة الأولية وخليت الموبايل عليها، راح يصير كل الكتاب هذا يصير أنيميشن كارتون. إيش قد حلو. إيه؟ عمو هاي جهود كلش حلوة عظيمة. مباركة هاي الجهود. الله يحفظك. أشكرك عمو على هذا اللقاء الحلو. يلا. وأنا كلش مشوق حتى أشوف هذا الفيلم. روح باوع الكارتون هسه يخلص. إيه. خلي أشوف. وبالمهرجان التقيت بهواية شخصيات مهمة ورحت لدور نشر وشرحوا لي عن قصصهم وتعرفت على أصدقاء هواية حتى صار عندي صديقة جديدة غير متوقعة.